أزمة بين البرتغالي مانويل جوزيه ولجنة الكرة بالنادي الأهلي بسبب رفض مانويل جوزيه سفر عماد متعب لألمانيا. قال ان هو محتاجه في الماتشات اللي جايه، هم عايزين يسفروه عشان يطمن على ظهره، وهو الامر الذي اثار غضب متعب الذي حاول ان الكابتن محمود الخطيب يتوسط للحصول على موافقه اداره الاهلي او الجهاز الفني للسفر. المشكله ان مانويل جوزيه في بعض الاحيان بيجي على اللاعب عشان خاطر مصلحته كمدرب، وده حصل مع رامي ربيعه، لعبوا ماتش طوخ رغم الدكتور قال لا، الراجل راح عمل عمليه جراحيه في المانيا. في بعض الاحيان بيلعب بعض اللاعبين غير مكتملين الشفاء، وفي الاخر بيتعوروا وبيقعدوا فتره كبيره عشان يتعالجوا.